إن والله الثورة دي خليها تتكسر يا أخي، ولذلك تأتي مثل هذه القرارات. تعرف إنه حقوق الإنسان دي أصبحت مخلب قط للدول الكبرى للتحكم في الدول الصغرى. إذا الأمر ليس بهذه السهولة يعني. هو فعلا ليس بهذه السهولة، لأنه القضايا الإقليمية بتتشابك مع القضايا الوطنية في الإقليم كله، وبالتالي قصة أن السودان يخرج بصورة تامة من الوضع الذي كان فيه في عهد الإنغاز أو في العهد الأول للثورة، يخرج مما كان عليه في الماضي، أعتقد عملية تحتاج إلى وقت. يعني أنا ما من متفائلين بأنه ممكن نخرج فيما بين ليلة وضحاها مما كنا فيه. ودل على ذلك الموقف الامريكي في كثير، يعني كان مطالع على كثير جدا من القرارات ما ترفع يعني. هو لسه كان ثاني قضيه يمكن سنه سنتين وسنظل في يعني امريكا. اول حاجه، الحاجه بتمنى بانه كلنا نفهمها، انه امريكا لا تحكمها مؤسسه واحده، فيها مؤسسات متعدده، فيها راي عام متعدد، فيها مصالح متشابكة متعددة في الإقليم وفي العالم. وبالتالي يمكن يعني هو ملاحظ، خرجنا من قضية الباخرة كول، دخلنا في قضية السفارتين، نخرج من قضية السفارتين اليوم جاتنا سبتمبر 11 ودورنا نحن ألجت بين قوسين في القضية. وبعد بكرة حتى ولو صادفي يا أخوان المفتي في اي اميونيتي الدنيا في الموضوع بتاع انه ما في اميونيتي، طالبنا بالاميونيتي صح، لكن هل يدون لها؟ ما يدون لها، خلاص ابقى السيف ده مسلط على راسنا طول الوقت وسيظل في قضايا كبيره جدا ومصالح ضخمه جدا. والسودان ما دوله ضعيفه ولا دوله صغيره، دوله كبيره خلاص، ودوله فعلا بتاثر في المصالح الامريكيه في المنطقه. لكن هل نحن بنعي تماما دورنا، بنعي إمكانياتنا عشان نحدد ماذا نريد نحن من أمريكا قبل أن ماذا تريد أمريكا مننا؟ دكتور أحمد، يا سيدي الفاضل، خلينا نقول أنه بسبب الكلام عن حقوق الإنسان بالرؤية الغربية أصبح لكثير من دولنا في العالم العربي والأفريقي والعالم الثالث عموما إشكالية، وواضح أنه الأمر كان لما فيه نوع من التسييس. ما هو الآن قامت الثورة، وكل ما كان يطالب به العهد الدولي يتحقق على أرض الواقع. لأن خلينا نكون صريحين، يعني ما في كل ما قاله السفير صح، ما في حاجة زي. فلما الإصرار على القطرية؟ الحقيقة لابد أن نفرق بين الوضع التقييم والوضع حسة والآليات دي ما في علاقة بيناتهم. السفير تكلم عن الوضع كلامه صحيح جدا، لكن الآليات دي الدليل على سوء قصة الكنتري أوفيس ده، أو بمعنى أنه وضعك بقى أسوأ، إنه ده عرض على حكومة البشير مش عرض على إحنا، وكانت بتفكر هل تقبل ولا ما تقبل. طيب فده وري إنه وضع عليات، لكن على أرض الواقع ده بيبدا وضع أصلا المشكلة اللي وقعت فيها حكومة البشير، واتمنى ما تقع فيها الحكومة دي، إنه حقوق الإنسان دي عملة ذات وجهين، وجه أخلاقي حقوق صح أنت داير حقوق، والوجه الثاني سياسة صح. أيوه، لأنه نعم. الآلية المجلس هو الإنسان الفنيف ده اسمها الآلية السياسية، مصنفة من قبل الأمم المتحدة اسمها آلية سياسية. آلية سياسية؟ أي آلية سياسية. فالإنقاذ فشلت في الفهم ده، فلأنه افتكرت إن هي آلية سياسية 100% ما معها جانب أخلاقي، لا في جانب أخلاقي. الجانب الأخلاقي ده بيجي من المجتمع المدني، يعني حس الحكومة الأمريكية بيضغط عليها المجتمع المدني الأمريكي وجنوين، يعني جاد في الحكاية دي، داير حقوق إنسان وداير كده، لكن هي بتستخدم الحكاية لأغراض سياسية. فالفهم بتاع اللعبة الدولية دي حقوق الإنسان عندها وجهين، تعرف تتعامل معها كيف، تتعامل مع الوجه السياسي كيف، تتعامل مع الوجه الأخلاقي كيف، بفتكر دي مهمة جدا. لكن الإنغاز كان من بدايتها بتقول الأمم المتحدة ما في حقوق إنسان ما في وكذا، من سنة 89 لحد ما 93 واجه المجتمع الدولي. فبعد ذاك ابتدت تمشي باتجاه حقوق الانسان، لكن مجبر على حق لا بطل. نعم. فبقت تقدم رجل وتأخر رجل. ده الخيليه كان النقطه السوداء بالنسبه للانقاذ، انها فشل في التعامل مع العالم الخارجي. الحسن انت تكلمت انه عالم قريه واحده او تعامل ايديولوجيهم. ايوه، لا هو تعامل ايديولوجيين. ايوه. سعاده السفير، هل فعلا الامر
هو ايديولوجي في النهايه، بمعنى صح انه يا سيد الفاضل اذا جئنا الى كثير من المعايير القانونيه في السودان ما فيش كاليه تخليهم مره اخرى يجددوا، لكن واضح انه في ما وراء الاكمه والسطور ما وراءها في مثل هذه القرارات. هو طبعا انا جايز شويه اتكلم عن جرات الاليات دي شويه يعني. الاليات طبعا هي تغنم حول الانسان فيها ثلاثه مراحل او فيها ثلاثه اليات مختلفه يعني. اليه وطنيه زي مثلا القضاء، زي اللجنه الوطنيه للانسان، المجتمع المدني، دي بيسموها اليات وطنيه. في اليه اقليميه زي مثلا عندك الاتحاد الافريقي، الاتحاد عند المحكمة، محكمة الحقوق الشعوب الاتحاد الافريقي، المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، دي اسمها اليات اقليمية. ثاني بتجي الاجراءات، الاجراءات الخاصة دي اللي تكلمنا عنها، اذا صخرة او المقرر الخاص عنده مهمتين، اما يكون نوعية مقرر خاص مثلا لحرية العمل، لحرية العمل، لحرية التعبير، او مقرر خاص لدولة زي كان في السودان مثلا. لكن مقرر خاص ده نحن قلنا للإجراءات الخاصة اللي هي دي تكون الدولة فيها انتهاكات صريحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فدي المراحل بتاعت نحن انتقلنا من المقرر الخاص للخبير المستغل. المكتب أنا طبعا حسب إغراءاتي للقواعد قواعد حقوق الإنسان أساسا ما عنده وجود في الآليات دي، ما منصوص عليه في الآليات دي. هل هذا كلام صحيح؟ على الإطلاق ما منصوص عليه، ودي أنا بفتكر دي بدعة. هل هذا كلام صحيح؟ لا ما منصوص عليه في الآليات يعني. يعني صعوبة فهم الحكاية دي لما رئيس الوزراء وقع على المكتب اليو ان دي بي والناس أصحاب المكتب ذاته الخواجات مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان طلبوا مني أتكلم عن الولاية، ماذا تعني الولاية الكاملة للمكتب بعد ما وقعوا القصة إنه المكتب ده يعمل شو. الولاية الكاملة دي بتعني أنه هذا المكتب أي موضوع بتاع حقوق الإنسان اللي هو موضوعين يعني، القصة بتاعت الشكاوى والقصة بتاعت التقارير الدورية معاها قصة بناء القدرات، فده عنده ولاية كاملة. الكنتري أوفيس ده عنده ولاية واضح من كلام القطري، ولاية كاملة والمصلحات القانونية لها دورها يعني. أيوة نعم. حسة فناس أقول لك حاجة، ناس حسة بقول والله المكتب ده جاي عشان يقدم عون إنساني أو استشارات أو هالوجه. نعم. المقرر الخاص الزمن المقرر الخاص إحنا جبنا عون فني زمن المقرر الخاص جبنا هنا وقع السنة وحميون على زادة ودرب ناس كتار جدا وكوادر وكذا. فيعني الحكاية ما قصة إنه مكتب ده المقرر الخاص أسوأ أو المكتب أسوأ أو كذا. أسوأ حاجة هو المكتب رغابة مستدامة وتستلم شكاوى على طول الخطأ. عشان كذا بقول أنا لما طيب أنت جبت مكتب خاص ولقيت المفوضية، ما أول سؤال حيقول لك المكتب الخاص إزالة التمكين غرض دي كله أول حاجة هتمشي للمكتب ده، فحتعمل مشكلة أنت داير تستعيد. عشان كده أنا قلت المكتب ده أتذكر لخصة المحاضرة بتاعتي أو الورشة بتاعتي أنه دي مودية حادة جدا، يا عرفت تستخدمه قطعت لك الصلاة كويس يا قطعتك أنت وخلت دمك يشوف. طيب نعم أنت ليه متفائل بهذا الكلام؟ كلام عجيب جدا رحبت بمكتب بدون ما تعرف منديل بتاعته أو ولايته شنو، ده كلام ذاته أنا غريبة مزعج حتى كمان. انا فهمي للمكتب ده هو عباره عن يو ان زي اليو ان ايجنسي الموجوده هنا، يو ان دي بي، الفاو، اليونيسيف، الدبليو تي، يعني اصلا يوجد النظام سقط يوجد كل شيء. هو الهدف انا افتكر الهدف بتاعه في ان ذا فيرست بليس من جنيفا على سنه يعمل كبس يعني يتكلم في تدريب القدرات، تنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان ومساعدات فنية، لكنه في النهاية مش حقوق الإنسان، نحن النظام هو اللي انتهكت دي مش بتجي من النظام طبعا. النظام سقط يا النظام فعلا. لا النظام هسه ما قلتلك هو مكتب ما حيلقى يراقب شنو عايزين، نحن اللي عندنا حرية التعبير، عندنا حرية التنقل، عندنا حرية الصحافة. طيب ما شنو وين راح يسحبوه؟ معلش لا إذا بقدم إذا علينا محتاجين برضه في محتاجين لتدريب وتدريب القدرات في مجال حقوق الإنسان ذات يعني، حتى في الشرطة في العدل في النيابات. في مناسبة في كلام كثير جدا عن الكباسة دي بلدي وعن تنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان، من الدول كلها بتحتاج لها، كل الدول بتستعين بالناس زين في الشرطة في الجيش في الأمن في النيابة، النيابات التي تنادي حتى في المعتمديات الناس بيمرون على حقوق الإنسان مثلا حسنا دي ما شاء الله مفروغ منها. فأنا الفهم أساسي من المكتب ده أساسا حقوق الإنسان أصلا انتهاكها شنو الحريه انتهت من الحريه، احسن احنا في بلد حريه سلام وعداله، عندنا حسب بلد عايشين في حريه يعني. فالمكتب ده انا فاهمين له
اذا اصله ما لقى زول لا ما لقى صحافه مصادره ولا لقى صحافه غابه ليليه ولا في حريه، في حريه التعبير، في حريه التنقل، في حريه التنظيم. الناس بيكره حتى يعني في حريه التعبير يمكن المفروض في حريه يمكن بتدرح يا صادق. هل ممكن المكتب يكون عنده دور في الكاباسيتي بيلدينج ابسولوتلي تحت الـ 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 يعني التدريب والاشياء الثانيه ابسولوتلي دون ون ذا بيزك يعني اوبجكتيف او ميشن بتاعت المكتب ده كاباسيتي بيلدينج تمرين القدرات ومهارات فنيه لا لانه شو استشارات فنيه في مدى حقوق الانسان طبعا ده اصل دون ذا بيزك بيزك ميشن برنسبل ميشن بتاعت المكتب انت عارف لانه ما بين 2008 الى 2010 واعتقد استاذنا احمد بيتذكر هذا الكلام وانت بتذكر يا صادق مجلس جنيفا اي صحيح طيب ال- 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 الوقت ذاك نحن فعلا فكرنا في انه نسحب ده الكاباسيتي بيلدينج باننا نخرجه من الاطار اللي هم اخذتونا فيه من البند 4 ل 10 نعم من البند 4 للبند 10 من 10 تمت لانه انا اتذكر اتقدمت بطلب وانا رئيس الوقت ذاك امين عام لمجلس احزاب الوحده الوطنيه اتقدمت بطلب لليو ان دي بي ودفعوا حوالي أتذكر 650,000 دولار ثم تقدمنا بطلب آخر للديفيت البريطاني ودفعوا لنا 1.5 مليون دولار وبعد ذاك عملنا يونت خاصة ساعدونا فيها أخواننا بتاعنا الايديا اللي فيها رئيس الوزراء الحالي الليلة حمدوك والأخونا الله يذكره بالخير البروفيسور بتاع الغام بتاع جامعة الخرطوم البرحاني وعملت عمل ضخم جدا مع الأحزاب في الكاباسيتي بيلدينج لكن أسي الليلة هل نحن ماشيين في نفس الاتجاه هل عندنا إناف بادجت هل في جهة ما في العالم عايزة تو إمبريس الشغلة دي وتقدمها لقدام ولا هنقدم نفحط في طيب هنا في سؤال يا دكتور مضوي في سؤال يا دكتور مضوي نعم البعض في دكتور مضوي في سؤال البعض يقول انه مثل هذه الاشياء تحتاج الى مجتمع مدني قوي حقيقه من خلال متابعتك هل في مجتمع مدني يعني احزاب كويسه عندها قدره انها تشكل اليه بتاع الضغط لانه واضح انه العالم الان كي يقبلك محتاج لداخل قوي هو قصده انه السودان فيه مجتمع مدني حقيقي أه. انا شخصيا ما لا اعتقد بهذا الامر نهائيا ما في مجتمع مدني نهائي المجتمع المدني هو النغابات الاتحادات الحياة الطوعية النظام القطري النظام الإقليمي يعني خريجي حنتوب ممكن يعملوا أسوسيشن وتبقى جزء من المجتمع المدني المجتمع المدني هو أن تنتمي إلى شيء ما داخل بلدك بصورة طوعية لكي يصبح بوفر زون ما بين سطوة الدولة وما بين احتياجات المجتمع صحيح ده عندنا ما في عندنا اتحادات مدني غوغائي جدا ومؤسسة حزبية هو قمة منظمات المجتمع المدني قمة منظمات المجتمع المدني لكن هل نحن عندنا أحزاب منظمة حقيقة غابلة للمحاسبة وغابلة للمراجعة وغابلة للتسييس وغابلة في أنها تعطي مليون حاجة فيها أحزابنا جاية في المجتمع المدني الشيء العامل للأحزاب هو وزنة خفيفة جدا ما بين البرايمورديال سوسايتي اللي هي المجتمع الإرثي القائم على الولاءات التقليدية وما بين المجتمع المدني اللي هو السيفيك سوسايتي القائم على نظام العالم كله عارفه ونحن كنا عارفين لكن ما شغالين به طيب دكتور يا سيد الفاضل خلينا نأخذ نقطة يعني ماذا بعد هل هذا له تبعات في أرض الواقع هذا المجتمع السوداني اللي بتشكل الآن فيه راهن سياسي المكتب أي نعم تبعات كثيرة جدا ولذلك أنا بتكلم بدل الاحتفال به الاستعداد له لأنه السودان لما تحول من البند 4 اللي هو بند الشكاوى إلى البند 10 اللي هو بناء القدرات لكم سنة هو في البند 10 بتاع بناء القدرات ولد بنت قدرات ولا جاء أي حاجة ولا كذا فالقصة بتاعت بناء القدرات دي في مجال حول الإنسان ده كلام ساكت ما هو أصلا مخلوقتنا القوى الكبرى أيوة يعني تستخدموا سلاح يعني ما في نعم فلذلك أنا بفتكر الاستعداد له الاستعداد هو بدون أي شك هو مصلحة المواطن لأنه رغبة مستمرة على الحكومة لمصلحة المواطن لكن احنا بنتكلم هنا عن الحكومة
ودور الحكومة إنه الكلام ده لابد أنها تستعد له، الكلام الجاي ده لابد تستعد له، لأنه الملفات مثلا حسة في قصة إزالة التمكين دي ما نظرت الهيئات الاستئنافية دي كلها الناس هتمشي للمكتب ده هتقدم له الكلام. يا سيد الفاضل ده تدخل في شؤون الداخلية طبعا. والله أفتكر حسة هو الشغل السابق بتاع السوان ده ما اللجنة ولا حاجة، اللجنة ما عندها، لأن حسة اللجنة ذاتها اول حاجه ما في جوب ديسكريبشن للناس جوب ديسكريبشن شنو مهام اللجنه دي ذات شنو لا يعني ما في اللجنه المكتب بتاع حقوق الانسان نعم. لكن طبعا في النهايه هو حسب ما قال الاصل هو في النهايه الهدف منه سؤال بسيط ولا قدرات لكن شنو منها هو ما كونسير نحن ندير ما كونسير لا يعني ليس هو في البلد هنا احنا هذه المغلقه في عيش مهمه جدا تتكلم عنها يعني المكتب ده مكتب قاعد بزوج الموظفين قاعدين يعني بتلاقوا شقاوه بتلاقوا شقاوه من التمكين ده ممكن تسوون مثل هذه المكاتب اصبحت مخالب قد تستعمل احنا عندنا زمان وتلتحق بها الشعوب معليش الحريات وتقتل بها حكومات الحريات دي ما حريه العمل اللي هي واحده من 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 عشرات الحريات اللي هي زي التمكين دي بتعلق بحقوق العمال حقوق العمل زول رفته زول بعدين هو زول التمكين ده ذاته ما هو عنده مراحل بتاع مرحلتين بتاع استئناف يعني هو حس ان نحمد للجنه بتاع زي التمكين دي انه اعترفت بانه فيها اخطاء في ارتكابتها اعترفت بانه قالت في مراحل بتاع استئناف فالمراحل دي ما استوفنا لحد هسه لحد نستوفيها الزول ده ما يتظلم بعد ذاك اللي مشي اللي من المكتب ما نظرت الاستئنافات يا ما نظرت ما حتوقف لا احنا قصدنا شيء حتوقف معلش احنا قصدنا سعد السفير ليه يكون في مكتب اجنبي في وطني انا امشي اشتكي له ليه هو ما مكتب اجنبي معنا هو جاي في نهايه يعني معلش ما كان يعني ما هي دي هل تسمح امريكا له دي مكتب معلش هو المكتب ده اصلا لما جاء اساسا جاء على سنه ما نكرر كلام النظام سقط يا جماعه النظام قلت احنا محتاجين له حياه ثانيه احنا ما نكرر كلام يا اخوانا المكتب ده احنا قلنا ممكن يقدم خدمات ممتازه جدا استشارات من حقوق الانسان بناء القضايا حقوق الانسان قلنا للشرطه للنيابه للامن للجيش حتى للمواطنين ذاتهم عشان اعرف حقوقهم شنو يعني زي ما هنا فهو ما مضر وما مزعج يعني للدرجه نحن نتكلم يعني خلينا نتكلم عن فرنسا حلقه كامله نتكلم عن المكتب بتاع حقوق الانسان نحن طلعنا حسي يا معلم البشير رفض نحن القصه في النظام نحن طلعنا من نظام رفض كان سيستماتيك فاليشن يعني كان فيه خروجات منهجيه حقوق الانسان كل حقوق كل تعبير الحريه التنظيم التنقل التملك كل ده كان ما في فنحن هسه نحمد ربنا انه السوان ده هسه عايش في حريات مطلقه يمكن عشان كده يشيلوا مكتبهم ويمشوا يشيلوا مكتبهم ويمشوا ما دارنوا نحن قلنا معلش يا استاذ عارف نعم نحن قلنا ممكن يقدم خدمات هي سليمه اتمنى انه لما موجود بعض يقول انه في العصر ده واضح انه مثل هذه المكاتب وغيرها كلها في النهايه اصبحت عندها اهداف كبرى مخطط لها ومرسوم لها وفي يوم من الايام بيجي بصر وقبل كده حصلت في الدول وتم تدمير مجتمعات ودول بسبب هذه المكاتب هل اذا السودان سار في قطار التطبيع ودفعت العقوبات الامريكيه مثل هذه المكاتب بكون عندها دور اذا السودان شنو ثاني قول لي الجمله دي ثاني كويس لا عشان اسمع منك والله ما انا قصدي انه خلينا دقيقه اذا سار السودان نعم مثل هذه المؤسسات نعم. اللي لها اهداف نعم. وبتخططها دول كبرى نعم. ومشروعات عالميه صح نعم. فيها جمال وعسل في سماشي خلينا نقول انه اذا عدنا علاقاتنا كما يقول الناس مع اسرائيل وجات امريكا رفعت العقوبات ما نسال في كلام بتقال في امريكا انه والله ما في ربط بين الاثنين لكن خلينا نقول فيه لانه في النهايه اسرائيل لها اثر يعني معناتها مثل هذه المكاتب ستذهب إذن نحن محتاجين لبعد استراتيجي خارجي قصة أن المكاتب تذهب دي بالنسبة لي أنا علامة استفهام كبيرة لأنه إسرائيل ذاتها السي العاملة نفسها هي بتحرك الدومة دي في أي حتة ما في مكتب في إسرائيل ما يشيله ما بالسهولة دي يعني المكاتب دي بتكون موجودة لكن ممكن نتكلم عن مرحلة ثانية أنه نحن قضية الربط بين التطبيع مع إسرائيل وعلاقاتنا نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي قافلانا بالسقف الليلة ده في
الدولة المارقة أو الدولة دي قصة ثانية. قصة طيب. نعم نعم دائما مربوط هو أصلا مربوط نعم دي دي دي, دي الحاجتين اللي هم الربط بين الربط بيناتهم في ريان الشخصي مضر إلى درجة ما طبيعية. لكن مضر كيف يعني دكتور؟ الربط بين أنه إما نطبع إذا لم نطبع مع إسرائيل العقوبات لن ترفع مضر بالتأكيد، لأنه الولايات لن تستطيع أن تحمينا. يعني نعيد أصلنا 11 سبتمبر ولن تحمينا من أي ملف آخر أو ضحايا آخرين يجوا يقولوا والله فلان الفلاني كان ركب طيارة في يوم من الأيام والتذكرة قطع عليه مكتب في السوق العربي. هتعمل شنو يعني؟ نحن ناس متهمين بأنه في ناس فقط عبروا عبر السودان، وفي ناس قطعوا تذاكر في حتات من شركات سودانية، وفي آخرين يعني قصص والله قصص مضحكة مضحكة حقيقة. لكن طالما أنك لا تملك الآليات ولا تملك المقدرة ولا تملك ولا عندك الويل أساسا في أنك تحارب ده، ما من السهولة أنك تبرر منه. أنا بس بعتقد في حاجة واحدة أيضا لابد أن نضعها في الاعتبار. إسرائيل دولة صغيرة خالص في حجمها، كبيرة جدا جدا وسوبر باور حقيقة في تأثير على العالم. الرئيس الأمريكي الحالي ده ما بتعرف بأنه بعد 7 ولا 8 يوم تنتهي الانتخابات دي حيكون رئيس أمريكا منه. إذا جاء مهما يكون الرئيس الأمريكي من القوة ومهما يكون جابته ويل أمريكية شكلها شنو، في نهاية الأمر اللوبيات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومجتمع المال، مجتمع السياسة، مجتمع الإعلام، مليون ألف مجتمع داخل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يؤثر سلبا أو إيجابا في استراتيجية واتجاهات الرئيس الجاي، سواء كان جاء ترامب أو جاء بايدن، ما في اختلاف بيناتهم. طيب دكتور مفتي يا سيد الفاضل، خلينا نقول أنه في هذا الإطار يعني نحن ده عالم عليك أن تتعامل معه بحذر وتمشي فوق شوك عشان تعبر لك كثير من قضاياك. هذا المكتب وفي إطار أنه السودان الآن يتجه للتطبيع، ربما التطبيع ده وإعادة العلاقات ورفع العقوبات يخلي المؤسسات حقوق الإنسان اللي هي بالسيطرة، ما هي في النهاية ده أمريكية بتحركها أمريكا بتحقق مصالحها، تخفف الضغوط علينا ويتحول هذا المكتب المخيف إلى مكتب رومانسي جميل كده يدرب الناس على كل ما يمكن يتعلق بالقانون. كلامك ده بيتطلب أول حاجة نفهمه ما حد يحاول نطلب دمارك، لأنه لو ما فهمنا أول حاجة الولاية بتاعته اللي هي المانديت ده شيء معروف ومكتوب وما دير غلط ولا ده أيوه، لكن كيف نعرفه؟ أنا بقول نعرف الحكاية عشان نعرف نتعامل معه. على سبيل المثال أديك جزئية مهمة جدا في المكتب، المكتب ده ما بتمول الأمم المتحدة، فهذه تحسد زي دار تتخلع ده اسمه الفولنتري كونتريبيوشنز، بيجي من فولنتري كونتريبيوشنز. ليه مساهمات طوعية عشان تتحكم فيك الدول اللي بتدفع، الدول اللي بتدفع دي مع امريكا والدول الغربيه، مش كده بنقول عندها مش كده؟ ايوه نعم. فانت مشيت تمام بيدوك ومولوك وكذا وكذا، ما مشيت تمام ما بيدوك وكذا. فلذلك انا بقول واكرر انه فهم المكتب ده والتعامل معه ده اللي بيجيب لك الفائده. انا لما قلت سكين ليه؟ لانه لو ما تعاملت معه تمام انت حس معاني من وضعك في قائمه دول الارهاب، مش كده؟ نعم. طيب لما المكتب ده حس يسبب لك فانك انت انتهاكاتك لحقوق الانسان كبيره جدا، وبموجب دي الدول الثانيه غير الامم المتحده تقوم تعمل لك عقوبات قسريه، الاتحاد الاوروبي يقوم يقاطعك بسبب انتهاكات حقوق الانسان برا العاليه بتاعت الامم المتحده بناء على التقارير بتاعت المكتب ده. ولذلك انا بقول مهم جدا نفهمه عشان تعرف الحكومه تتعامل معه. ده في تقديري، عشان كده بفتكر القصة حسب تعتمد على استعداد الحكومة. عشان كده قلت لما تكون في زي قصة المفوضية القومية، المفوضية القومية لحقوق الإنسان دي العالم كله متفق عليها، وعندها في أفريقيا في كينيا عندها هيد أوفيس بتدعم الأمم المتحدة على المستوى الإقليم، في جنيف عندها مكتب بتدعم الأمم المتحدة، السكرية بتاعته من الأمم المتحدة. دي فيري سيريس، خطيرة جدا قصة المفوضية القومية دي. لكن أصلاً المفوضية القومية هدفها
وعشان كده انا كنت من اول الداعين لها انه زي المكتب ده وزي المقرر الخاص نبدله برقابه وطنيه على الاقل. نعم. بنضمن انه التركيز بس على حقوق الانسان، بنشيل الجانب السياسي. فدي مهمه جدا يعني، المفوضيه القوميه دي اهميتها انها بتشيل لك الجانب بتاع التسييس، بتبقى الرغابه منا، عشان كده مصنفينها جيم. يعني احنا كان مفوضيتنا دي بيه احنا غايته كده لسه كان يعني هي بنقول فيها عشان تبقى في الف، لما تبقى في الف خلاص بعد التقارير هي تعتمد هناك. نعم سعاده السفير، خلينا نقول انه فعلا العلاقات الدوليه متشابكه يعني. انا قبل سالت الدكتور مضوي كخبير استراتيجي في هذا الاطار، وايضا اسالك يعني لانك انت احسست انك من ايضا من الذين يعتقدون فعلا انه اذا قمنا تطبيع مع إسرائيل في كثير من الرموز ربما تفكك يعني، ومن ضمنها مسائل حقوق الإنسان وغيره، لأن الآن في دول بتنتهي حقوق الإنسان زي ما هي عاوزة، لكن لأنه علاقتها بإسرائيل وأمريكا زوجها بلا خبر ما في. قديم بعد إذنك يعني أنا لازم أرجع ثاني موضوع المكتب الثاني. المكتب عليش معليش حقوق الإنسان معليش ما دافع عنه، ما دافع عنه دوريك. الحقيقة هي الآتي، الدول دي موقع لمواثيق دولية. طيب. حقوق الإنسان دي عندها ثلاثة مواثيق أساسية غير الآلية السبعة والثانية. الأساسية إيشني؟ هي الإعلان العالمي Universal Declaration of Human Rights 42. طيب. الإعلان العالمي حقوق الإنسان 42. والعهد الدولي حقوق السياسية والمدنية سنة 76. والعهد الدولي حقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 76. الدولة هي الكرة في ملعب الدولة، مش مكتب المكتب ده. الكرة الصحيح ملعب النظام. النظام اذا التزم بالمواثيق الدوليه دي اللي هي حقوق اساسيه مكتوبه في بيزك هيومن رايتس في احنا في المواثيق دي موجوده. اذا اسس الدوله النظام الجديد ده في السؤال او النظام الديمقراطي الجاي اذا التزم بالمواثيق دي، المكتب يكون المكتب بعد ده وجوده اللي يكون بتاع زي ما قلنا تمرين وتباديل، هنا ما عنده يعني اذا الدوله التزمت بالمواثيق. الكوره لسه في 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 في, في ملعب المكتب. الدوله طبقت خلاص الدوله خلاص ما انت ماشي عليه خصم النهايه المكتب ده حيرفع تقارير في النهايه. أصلاً هو المكتب ده حقوق الإنسان. إذا المكتب ده آخر السنة عمل تقرير لجنيفا والمكتب هناك المجلس حقوق الإنسان، وقال لأخواني والله البلد الحزن فيها مواسير ما فيها اعتقالات تعفيها تعفضات تعفيها تعفيها حرية كلها مطلقة. طيب. إذا في شخص بيتظلم هو في النهاية لو ما أنصفوا القضاء السواني له الحقيقة للمكتب ده. فالمسألة دي ما هم مسألة مزعجة خالص تأخذ من الوقت ده كله يعني، أصلاً ما هي مزعجة لأنه الدولة دي حاسة دولة بتاعت حريات، عهد بتاع حرية ومش عن ديمقراطية. الثلاثة مواثيق دي لو التزم بيها، طبعا في مواثيق ثانية ممكن نتكلم عنها لو حابين نتكلم بتاعت القانون حقوق الإنسان. نحن مشكلة السوسيشن فات ده انتهك الاثنين، قانون حقوق الإنسان اللي هي في الثلاثة آليات دي المعروفة دي والثلاثة قواعد دي، وقانون الدولي الإنساني اللي هنتكلم عنه، قانون الدولي الإنساني ده اللي هو قانون الحرب والنزاعات. وده جاب دي دارفور لازم بتاع دارفور جاد ممكن تتكلم عنه حبيب، لكن لا لكن احنا اخذنا هو اخذ مننا ليه يا سيد الفاضل اخي. التاريخ الانساني ما موجود عندنا، الناس ما اغبياء يعني، كله في نهايه هي وسائل غربيه لكبت الشعوبي. السودان ده من الدول الغنيه فعلا، ينبغي ان لا يتقدم. مش كان قمت الثوره، احنا قابل عندنا ثوره غنوا ليها الشعراء في كل العالم، لكن هذا العالم يريد ان يخلق هذه الثوره. لن يسمح لها، لن يسمح الاستعمار الرسمي ما قاعد هنا غير جلده، لن يسمح لك. ما تقول حقوق الانسان ومكتب ومكتب يا ساحة السفير ويتظل سيد العارفين. معليش معليش سيد العارفين اللجنه معليش في فرق بين الـ بين الـ بين الـ المنظمه الدوليه اللي فيها حريه بتاع التصويت والمنظمه الدوليه المقبله بفيتو. اللجنه الدوليه بتاع حقوق الانسان دي هسه الموجوده في جنيفا دي تكون من 47 عضو كويس، فيها 13 عضو من اسيا، 13 عضو من افريقيا، فيها 6 من افريقيا، 6 من شرق اوروبا، فيها 7 من الدول اللي دول غربيه امريكا والاتحاد. الدول دي كل واحد عندها صوت واحد. طيب اذا اصلك انت الناس الناس ما في ناس براغب، انت اللي عندك ناس وعندك انجوز وداغب. اذا الدوله وانت الدوله التزمت بالمواثيق دي وما في انتهاك حقوق الانسان، ما ممكن المجلس يطلع قرار يقول لك انت انتهكت حقوق الانسان ويطلع قرار ضدك. ما ممكن طبعا، ما دي لجنه 47 فيها 47 عضو، 47 عضوية. فدين انت اذا التزمت، قلت الكوره يا اخواننا في ملعب الدوله. طيب اذا التزمت المكتب ده ما توافق ما في وضحت مؤامره. انت وضح فكرتك، معلش نتكلم عن نتكلم عن المؤامره. نحن ما عندنا مؤامره، نحن فقط المؤامره هي بتنطلق. انا اتفق معاه بعدين في لما نتكلم عن القانون الدولي الانساني وعن الحرب والنزاعات ممكن نتكلم عنها هناك المؤامره. طيب خلي الجانب الصغير نعم دكتور مضوي، قلنا انه اذا قمنا بعمليه تطبيع كما يقول الناس هي واحده من الاشياء ممكن تخفف علينا. هل هذا الكلام صحيح؟ وليت ضد التطبيع اصلا من اساسه.
انت دكتور سعاده السفير. ما دي نغدي ده حلقه كبيره. لا لا حاليا سريعا دي ما فيها نقاش معليش. هي المسائل دي اوكي هو الناس بنظروا من زاويتين في الشخصيه من منظور ديني كويس فاهم منظور منظور سياسي نعم. المنظور الديني ده نتكلم فيه وما في مانع. المنظور الديني ده في علماء وفوقها حرم مثلا مع الفقه مجمع الفقه السوداني ده قال النهي محرم. ايوه جاء هيئة علماء السوداني هو رئيس الدار بتاعته هيئة علماء السوداني هو الدكتور عبد الرحمن حسن حامي عمل تسجيل مسجل في اليوتيوب موجود قال اول حاجه انتقد فتوى مجمع الفقه الاسلامي وقال يا اخواننا الموضوع بتاع التطبيع ده هو موضوع سياسي ما عنده علاقه بالعقيده وقال يا اخواننا الحاكم ده يعني هو برضو كلام في خضره هي ثاني يعني قال الحاكم اذا راى مصلحه انه في ضعف في 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 حزمه في الضعف اوكي خلينا ندخل سريعا معلش نعم. الضعف والضروره صح. اذا الحاكم راى في التطبيع ده او يسموه طبعا سماه عقد الصلح وعلان الحرب الا ان تتخذ الضغط في يد الحكومه نعم. دي في يد الحكومه في يد الحاكم اذا راى الحاكم ده انه البلد تعبان زي ما قال والدي زي ما قلت هو بالمناسبه اتكلم قال احنا البلد حاسه تعبانه فيها ازمات اقتصاديه فيها حروب اهليه فيها مشاكل امنيه فاذا البلد ضعيفه الحاكم يجوز له ان حتى قال لو ملنا الناس يجوز له انه يشوف مصلحه المسلمين دي وين أيوة رأي الفقيه صح نعم. وعندك ثاني عندك يوسف الكودة برضو قال سيكلم عندك حسن دكتور حسن مكي تكلم عن فقه الضعف والضرورة عندك واحد اسمه أحمد آدم اسماعيل في أمريكا المسجد قال تكلم قال إن السؤال ده طيب فعلا سعود عليك في هذه النقطة دكتور مضوبي خلينا نأخذ الجانب يا أخي السيد الفاضل من رؤية أخرى. البعض يقول نحن مرات بنكبر المواضيع وان السودان دوله مهمه وما دوله مهمه وبالتالي نضخم ذاتنا وفي اطار تضخيم ذاتنا دائما نضيع علينا الكثير من هذه الفرص. يا سيدي الفاضل مثل هذه المكاتب والتطبيع مع اسرائيل واعاده العلاقات الامريكيه تحتاج لنا نحن ان نتحرك في شكل مجتمع منظم قابل لبعض الاخر كله مش مفتت. هل ده شرط في انه الامور تمشي يعني؟ اتمنى نعم أمني. هلا انا ممكن نظرتي لها من ناحيه ثانيه. اسرائيل اخواننا دوله صغيره 6 مليون او 7 مليون 6 مليون 7 مليون مواطن شمال الجزيره يعني جنب الجزيره. لكن لما انا اتكلم عن العلاقات مع اسرائيل نطبع او لا نطبع انا بتكلم عن نص العالم صح. اسرائيل حاكم امريكا شاء الناس أو لم يشأوا. إسرائيل مؤثرة جدا في فرنسا ومؤثرة جدا في بريطانيا ومؤثرة في إسبانيا وفي ألمانيا في بلجيكا وفي ألمانيا اللي نعم. كانت عدوهم الأول نعم. وإسرائيل مؤثرة في دول أمريكا اللاتينية وإسرائيل مؤثرة في العالم العربي صح. الآن بدأت نعم. تعمل في اختراقات ضخمة جدا جدا في دول الخليج واختراقات أوريدي في شمال العالم العربي مصر والمجموعة المغاربية. طيب وإسرائيل تستطيع أن تحرك الرئيس الأمريكي والمؤسسات الأمريكية الحاكمة لأن هي الحاكمة ما قصتها اللوبي المؤسسات الهيست الاستابليشمنت المؤسسة الشرقية اللي هي المال والمؤسسة الغربية في أمريكا اللي هي التكنولوجي والهاي تك. الهاي تك اللي بنتكلم عنه ده 68 مؤسسة من جوجل لأخواتها كلها الآن في مجموعة تانية كوبي موجودة في الجليل نفس النسخة الموجودة في سيليكون فالي. فأنت بتتعامل لك مع دولة صغيرة جدا في الشكل طيب لكنها سوبر باور بس لما تقولين نعم مع التطبيع. ابسولوتلي. انت مع التطبيع. ابسولوتلي. مش كده. ما عندي حل. ما انا عندي بلد فيها بوتنشال ما طبيعي. السودان في الزراعه، والسودان في الثروه الحيوانيه، والسودان في الموقع الجيوستراتيجي، دوله مهمه جدا، لكنها لن تخرج من هذا الا اذا طبعت مع انا ما قلت اسرائيل بس، مع العالم، والعالم إسرائيل بكل أسف مفتاح. المفتاح نعم دكتور خلينا نقول من ناحية أخرى يعني مكاتب حقوق الإنسان الآن بعد أن أصبح عضوية وأنت قلتها الآن على الدولة أن تستعيد لهذا يعني
لكن السيد الفاضل ما في يعني زي ما تقول دفعات اخرى بتدفع الدوله وخلاص خلاص المكتب زاد وتحس انه رسالة اخوي منه من منظمات وتبرعات حيبدوا ينسحبوا حبه يعني ولا كان مصحيح الربط انت تربط بين المكتب وبين التطبيع. أيوة افتكر الموضوعين مختلفين. لا انا حاسس الضغوط تخفيف الضغوط تخفيف الضغوط انا في تقديري موضوع التطبيع مع اسرائيل اصلا يعني موقف الحكومه كان هو المقاطعه بالقانون قانون مقاطعه اسرائيل وكان بيدقوا في كل جواز انه كل الاقطار ما عدا اسرائيل ده كان الموقف الثابت لكن في تقديري كان كله مبني على توجه ديني والان افتكر العقده دي اتحلت الكلام اللي قاله الدكتور اللي قاله السفير انه حس طلعوا علماء وعلماء جهابزه وثقات قالوا الله الموضوع لا في وجهه نظر ثاني ممكن الحكايه تكون كذا وكذا وعلى حسب معرفتنا نحن ما خبير زول شريعه يعني خبير شريعه لكن بعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا عرضوا له امرين بيختار الايسر مش كده فحس اول ما لقينا نحن في القصه خلاص قصه الدين دي انتهت اللي بقى في شيء اخر انا بفتكر لنفس المبررات اللي قالها الدكتور مضوي انه الناس تطبع ولكن انا عندي رؤيه في التطبيع التطبيع ما من واحد لحد 100 انت لما نقول طبعته مش معناه طبعته 100% مش كده تطبع بقدر المصلحه تطبع بقدر مصلحتك وده عشان كده انت داير التفاوض اللي بيمسك التفاوض ده عشان ما تتخرط فيه زي ما اتخرطت مثلا في ملخبة الامور زي ما اتخرطت في صد النهضه داير كده الشيء الثاني انا ضد قصه والله ادونا 5 مليار ادونا 6 مليار وطبعنا يعني دفع زي كده بمواقف انا ضدي لا ان احنا بحقنا زي ما اسرائيل مثلا دايره الطيارات تمشي كده حناخذ رسوم تدفع الايجار هاي استثمارات عندنا الجزيره عندنا سودان ايرويز عندنا كده درتي تشتغل بحقنا لكن مش انا اشحد امريكا واشحد دبي والامارات يقول لنا والله ادونا كده عشان نطبع تطبيع بالمصلحه والمفاوضات تكون مفاوضات قويه جدا لانه الغرض لما انت تقول موارد السودان دي لما تقول ندير استثمار ما القرض انه الاستثمار القرض انك تستفيد من الاستثمار فاذا جيت واستثمرت وعملت ولكن كما حصل في كموك فلذلك انا بقول لابد وكل الهدف بتاعه هو مصلحه السودان اولا واخيرا وكمان يحفظ موقف السودان في القضيه الفلسطينيه ما انسى الحكايه دي يعني السودان ما يبيع موقفه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه لانه حسن اذا واحد اعتدى على الارض بتاعتي ما شرط يعني اعاديه لكن بطالب بحقي مش كده ممكن امشي المحكمه لكن ما شرط اعادي دي القصه نطالب بالارض الفلسطينيه نطالب بالقضيه الفلسطينيه زي ما كده واقفين ولكن في نفس الوقت نمشي بمصالحنا لانه حس غزه البترول بيجيها من وين المرتبات بيجيها من وين مش كده فخلينا احنا نكون يعني منطقيين طيب سعاده السفير هذا الموقف التطبيع ومعه اذا ربطنا فعلا انه في احساس كثير انه اذا طبعنا ترفع العقوبات الامريكيه وبالتالي يقوى موقف السودان السياسه الخارجيه وبالتالي يتم التعامل مع ملفات حقوق الانسان بسهوله ويسر يعني ابسولوت نعم هو طبعا اذا تطبيع مغاب له حذف سامي غابه الارهاب لانه الغاء بالمناسبه القانون وضع السودان في غابة الإرهاب سنة 93 صادم الكونغرس الأمريكي ده ببيل طبعا بمشروع قرار من الكونغرس ده مؤذي جدا طيب لأنه ده أساسا هو الأسس الدافع للاقتصاد السوداني ليه؟ لأنه أي شركة مالتي ناشونال في أوروبا ولا في أمريكا لا تستطيع أن تتعامل مع السودان أي مصرف ده القانون واضح لأنه ده ده معليش ما أنت طيب. لما أنت لما لو التطبيع كان مقابله ده بقى السؤال ما محتاج حتى ليه نقول أنا قلت عن بفتكر إنه لإسرائيل لأمريكا ما محتاج ليه لو أمريكا رفعت السؤال من رماد الإرهاب دي بعدين إحنا ما أصلا كنا مخنوقين بها هي يعني يعني ودريك مثلا بسيط جدا إحنا هسه مثلا عندنا الإسبرة بتاع الطائرات دي طيب. مثلا طائرات الإيرباص والبوي الإيرباص بالمناسبة هو صناعه بريطانيه المانيه في فرنسا فرنسيه لكن الانجن بتاعته دي بوينج ايوه جنرال الكتريك عشان كده يستحيل السواني من 25 سنه 30 سنه فاتت دي ما قدر يشتري طائره يأجر لكن محروم عليه يشتري طائره ليه؟ لان نسبه البوينج دي قاعده في امريكا هناك ايوه وبالتالي يعني الغاطرات اللي قمت بتاعت السكه حديد السكه حديد نعم كمثال كلها جراوندد النقل النهري جراوندد الخطوط البحريه تطير يعني في شيء لونج ديستنس ايش عليه جدا يساب
ولا عندنا نادي الاهلي من جوبا لكوستي ما عندنا. فدي المسائل دي انا بقول لهم قلنا يا اخوان، في ناس بيقول لك، في ناس بيقول لك والله يا اخي الناس تضبعوا استفادوا شنو؟ طبعا دي حجه مردوده اوريك ليه. اذا مثلا نتكلم ضرب مثلا بتشاد والله بموريتانيا والله حتى بالاردن ذاته والله بافريقيا الوسطى البلاد دي ما عندها علاقه بس بالسودان. السودان ده بالمناسبه ما قال ده دكتور، السودان ده مليء بثروات كل الاتجاهات. يعني السودان ده حسب دقي فيه اراضي زراعيه اللي هي ملايين الميات الملايين من الافدنه الزراعيه العذراء. عندنا السودان ده الدوله الوحيده بالمناسبه الفوم مصادر مياه، ثلاث مصادر مياه نعم. جوفيه نعم. في الارض وفوق الارض السماء طيب. فنحن نحن ما محتاجين لامريكا حتى من ناحيه مساحه ولا محتاجين، ولكن لو نفكر البغايمه دي التدفق بعدين في حد نسينا الديون دي 60 مليار دي دكتور عليه نعم. الديون مهمه جدا معليش انا الديون دي 60 مليار دي المكتفة منه مكتفة الغايمة صح الغايمة يعني الصندوقين الدولي مبادرات الهيبيك الأولى والثانية كلها برقنا منها الصندوقين دين نعم. المكتفة ونادي باريس كله نعم مكتفة ونادي باريس مكتفة الغايمة. طيب دكتور ضوي خلينا الزمن نضوي لكن استراتيجيا كده مثل هذه القرارات تحتاج منا نحن كسودانيين إلى موقف وإرادة، بمعنى صح أنه يا سيد الفاضل كما قال جون جارنج إنت إذا حكمت الناموسية جيدا البعض ما بخش، واضح أنه الداخل السوداني محتاج لوقفة عشان نعمل شنو؟ عشان نقدر نبادل في استاد القرارات نتحرك لما نطبع على قوة نحصل على حقوقنا ما نكون مجتمع مفكك يعني. لا بالتأكيد بأنه أنت أساسا المفاوضات الدول ما جمعية خيرية مش كده؟ وبالتالي عايز تطبع أو عايز ما عايز تطبع عايز تخلق علاقة حتى خفيفة جدا مع أي دولة من الدول. بتقدم المنيو بتاعك أنت وتشوف المنيو بتاعه وبتختار منه ما تريد أنت حسب مصالحك وحسب مصالح دولتك. لكن في حاجه هنا كانت ذكرت من الدكتور احمد المفتي وذكر برضه من اخويا سعد السفير اللي هي الى بننظر الى العلاقات مع 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 اسرائيل ولا مع امريكا ولا مع اي حته بالمنظور بتاعنا الداخلي بس لكن ما بننظر لها من الخارج شكلها شنو. يعني السعودية وأنا اشتغلت في السعودية في الديوان الملكي حتى لمدة 5 أو 6 سنين كانت محرمة تماما أنك تكتب رسالة للصين أو لروسيا أو لل 18-21 دولة الموجودات في شرق أوروبا. النظام الاشتراكي لأنه بالنسبة لهم حسب المعتقد لو الفهم أنه دي شغلة بتمس الشريعة وبتمس الأخلاق وبتمس ما أعرف شنو. الليلة أكبر شريك تجاري في العالم العربي للصين هو السعودية، هي المملكة العربية السعودية. السعودية ما نفكر في ده والرد موجود. طيب نحن ما عايزين نطبع مع إسرائيل عشان القضية الفلسطينية والأشياء اللي تكلم عنها الدكتور المفتي. طيب اليوم أبو مازن بيدير كل شؤون دولته الفلسطينية اللي هو النظام الفلسطيني بيديره ما من رام الله بيديره من تل أبيب وأولاده الآن شركاء في كونسورتيوم عملاق وأنا بقول الكلام ده سعى الهواء كونسورتيوم عملاق جدا مالي واقتصادي الهيد كوارتر بتاعه في اسرائيل ما في رام الله. طيب يا اخواننا يعني ما تخلونا دي القضيه الفلسطينيه اوكي حل الدولتين ما تتنازل عن الارض ما يعني الاشياء التفاصيل اهلا وسهلا نتكلم عنها لكن ما بقدر انا اقفل دولتي قفله تامه عن 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 مصالحي وعلاقاتي بالعالم لانه هنالك تابو في رؤوس بعض الناس انه انا ما اتحرك. دكتور احنا الزمن نمضي بينا سريع لكن خلينا نقول انه الان نعود مره اخرى للموضوع بتاع المكتب والقطري وكده لكن دايرين نحوله الى فائدتنا نحاول نختم به نظامنا الديمقراطي وفترتنا الانتقاليه لانه احنا بين على فتره فرصه في خدمه هذا الاتجاه. افتكر الحته اللي عندها علاقه بسؤالك ده هو موضوع الرفع ربط التطبيع برفعنا من قائمة الدول الرائع للإرهاب
أنا في تقديري ما في ربط، لأنه وضعنا في غيمة الإرهاب أسباب موجودة في الديباجة بتاعت القرار، بس ما ركزنا عليها كثير. الديباجة بتاعت القرار بتقول لأنه السودان بيشكل تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي، ده السبب. لذلك لما كان يقولوا هو الإنسان وكذا في زمن الإنقاذ، بقول لهم أنتم ما تشوفوا السبب، ما هو الإنسان دي لو عملت لكم أدوكم شهادة 100% ما حرفعوكم. لذلك أنا أفتكر حس أمريكا القصة إنها ماذا ترفع من الإرهاب، ماذا تربط مع التطبيع مع إسرائيل، إنه حتى لو طبعته ذاك موضوع براه. أنا في تقديري لأنه هي بتفتكر الناس اللي بيهددوها بيهددوا أمنها ممكن يصلوا للحكم في السودان. أنا في يعني عشان كده أفرض من الحكم، ما الناس يقوموا يتعبوا حقوق إنسان وفتكروا ده حيديهم، أبدا ده ما له علاقة، ذاك موضوع سياسي مفروض يعالج معالجة براها. أنت تأمن المخاوف بتاعت أمريكا من الناحية دي، عشان كده أنا ما داير يعني ندي شيء انطباع ما تمام انه والله يا اخوانا اذا عملت المكتب وسويت المكتب ده خلاص، لا لا ابدا، دي الموضوعين طيب مختلف. سعاده السفير، فعلا السياسه الخارجيه الان محتاجين لها برؤيه جديده مختلفه في هذا الاطار بالذات على الاقل للعقوبات الامريكيه وحتى مكتب حقوق الانسان، محتاج لرؤيه على الاقل السفير يعني. والله طبعا احنا السياسه الخارجيه في العهد الجديد ده سياسه بتقوم على المصالح، ودي اهم حاجه. يعني وين مصلحه السودان؟ يعني حتى الرئيس ذاته الرئيس السادات قال الكلام ده. يعني انا عايز اقول انا اضرب مثل بسيط جدا بتركيا. اكثر شخصيه في لا اكثر دوله في العالم الاسلامي والعالم، واكثر شخصيه اردوغان ده تضامنه مع قضيه فلسطينيه. لكن الليله النهارده سنه 2020 دي الميزان التريد بتاع الميزان التجاري مع اسرائيل 6.6 مليار طيب، وقصاد 1.5 مليار من الموارد بتاعت الوارد لاسرائيل. ورغم ذلك هو يعني موقفه قوي جدا لو لاحظ الحريه ذاك قطع سحب سفيره والعلاقات 6 سنين ما شاء. طيب الزمن انتهى، ما عندها علاقه، ما في علاقه بين العلاقات الدبلوماسيه والتطبيع، ما في علاقه. طيب الزمن انتهى، العلاقات ماشيه، التجاره ماشيه، اكيد الدبلوماسيه مقطوعه. دكتور سريعا نتكلم في دقيقه، قالوا الزمن انتهى، يعني ماذا تريد تقول استراتيجيا على الاقل بالنسبه لرؤانا الخارجيه تجاه هذه الحالتين الموضوعين دول؟ الثورة فتحت لنا مجال لكي يسمعنا العالم. نعم. ده الأول. اثنين، أدت العالم انطباع بأنه هذا الشعب شعب مسالم، لأنه ثورتنا قامت وعشرات الملايين في الشوارع وما حصل فيروس. وأنا كثير من الناس يتكلموا معي في الموضوع ده بأنه ده دي ميزة ما موجودة في كثير من الشعوب. اثنين، بدأ الإعلام يتحدث عن كمية المصالح العملاقة جدا الموجودة عندنا، الأراضي الزراعية، نعم، المياه، نعم، الطاقة، الطاقة الشمسية بلاوي، صح، نعم. أيوة. وبالتالي دي فرصة في أن نخرج من هذا الجب الذي وقعنا فيه بأيدينا. شهد الكرام، انتهت الحلقة طبعا، لكن لم ولن ينتهي النقاش حول الموضوعين الاستراتيجيين دي، لكن بالذات حقوق الإنسان خلينا نقول إن شاء الله مع التدفق والحراك الديمقراطي ستضعف الحكاية إن شاء الله، والسودان يمشي في الطريق الذي أصلا هو مكانه. لكن مسألة التطبيع والعلاقات الأمريكية لسه محتاجة مننا إلى وقفة وحوار كثير بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، إن أمد الله في الأيام. شكرا دكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، شكرا. وشكرا لسعادة السفير الصادق المقري، شكرا دكتور الخبير الاستراتيجي دكتور مضر الترابي. مشاهدي الكرام، نلتقي إن شاء الله دائما في راهن سياسي فيه الكثير من الحراك لكن في سبيل الارتقاء والنمو والتقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.